من يومين كنت في جلسة، واحد جنبي بيسألني: دكتور في عندي التهاب الأوتار، شو أخذ دواء؟ وقبل ما بدي أجاوبها ولا ثلاثة نطوا: اسمع خذ هذا الدواء. المهم انصرف له ثلاث أدوية بالقعدة، الثلاثة مضادات حيوية. فصار عندي فكرة بأنه فعليا الناس ما بيعرفوا الفرق بين الالتهاب والاحتقان، وهدول مصطلحات خطيرات. ليش؟ لأنه أنت عم تاخذ دواء غلط ما بفيدك، بتاخذ مضاعفات جانبية. فشو الفرق بين الالتهاب والاحتقان؟ الالتهاب البكتيريا يا جماعة الخير لازم يكون فيه بكتيريا، يعني مثلا واحد عنده التهاب ايده بكون فيها بكتيريا، بصير فيها عليه حرارة، علامات الالتهاب تظهر، ممكن الدكتور ياخذ منه عينة او مسحة ويزرعها وبعدين يصرف له المضاد الحيوي، وبناء على هاي المسحة بعد 4-5 ايام بيعدلوا المضاد الحيوي لنوع البكتيريا المناسب. طيب شو يعني احتقان يا دكتور؟ الاحتقان بكل بساطة خليني اشبهها لو واحد ماشي وضربت ايده بباب بحيط وقع على الارض، بعد يومين ثلاثة بتلاحظوا انه صار فيها احمرار، ورمت، صار فيها سوائل، انتخخوا الأصابع، هاي كلياتها علامات من علامات الاحتقان. الاحتقان بأنه الجسم بيروح بيودي دم، غذاء، سوائل لهاي الإيد علشان يصلح، عشان يعمل عملية الهيلينج. فالهيلينج بروسيس هاي عملية التصليح بلا شك بيكون فيها احتقان، اللي هي إشي طبيعي يصير خلال فترة التصليح. فأنت تروح تعطي واحد مضاد حيوي لواحد عنده احتقان أو مش التهاب بكتيري، انت عم تاخذ مضاد حيوي بتساهم بانتاج انواع جديده من البكتيريا، المريض ما بيستفيد، بياخذ مضاعفات الجانبيه لعيان والم في البطن ومشاكل ثانيه، وبالنهايه ما بيستفيد. طيب شو هو علاج الالتهاب لما واحد يكون التهاب غير بكتيري او احتقان؟ في ادويه اسمها مضادات التهاب، سواء كانت كورتيزونيه او غير كورتيزونيه. الادويه الغير كورتيزونيه كلكم تعرفوها، زي البروفين والفورترين، وحتى في طلعت ادويه جديده الاركوكسيا والفلامكس والسيليكوكسيب وغيرها من الادويه. فيا جماعه الخير لما تشوفوا واحد عنده التهاب او احتقان او ايده ورمانه او اجره ورمانه او عنده ورم، لا تفتي اول شيء، احكي له راجع طبيب بشوفه وبيعطيه الدواء المناسب له. السلام عليكم جميعا.